السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة جياسكا نيوز تي في. الزول في اللون، مرحبا يوي ديك تحسيس انه كل لاشين اي كسكدن لاشين جياسكا نيوز تي في. اليوم راح نتحدث على كثير من النقاط، اول النقاط راح نتحدث عن الاستخدامات الجديدة اللي في ادارة شباب القبائل اللي استقدمت 3 لاعبين، وايضا راح نتحدث عن الندوة الصحفية الاخيرة اللي راح نعطيو بعض الآراء حول هذه الندوة وش هي الخلاصة اللي استخلصناها في الأخير. البداية نمر مباشرة إلى الاستخدامات الجديدة. اللاعب الأول وهو لاعب مدافع عبد الحميد دريس، لاعب المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة، قادم من نجم ماغرا. تعاقدت الإدارة مع هذا اللاعب لمدة 5 سنوات. والحارس زغرار فؤاد، قادم من فريق هلال شلغوم العيد، وهو أيضا لاعب منتخب الوطني أقل من 23 سنة، مدة العقد 4 سنوات. وأيضا المهاجم الجابوني إيسونغ ماتوتي، اللي تعاقدت معه الإدارة ل4 سنوات، وهو أيضا لاعب المنتخب الوطني الجابوني لفئة أقل من 23 سنة. نروح للنقطة الثانية، وين رئيس شلول أكد له أنه ما كانش فيه يعني خلافات بين مجلس الإدارة وشركة موبيليس، وأيضا اللي أن جاسكا هي تابعة لفيليير ATM موبيليس. وتكلم الرئيس أيضا على أنه الفريق سيلعب الموسم القادم على الأدوار الأولى، وأنه شركة موبيليس قامت كل تسخير كل إمكانيات ووضعت كل الإمكانيات تاعها المادية والمالية لأجل الاستخدامات وأيضا ميزانية تسيير الفريق. وهنا يعني حقيقة راح نمد رأيي، من شفنا موبيليس لحد هذه الساعة يعني ما قدمتش المشروع وما درتش يعني ندوة صحفية تبين فيه مشروع موبيليس في شباب القبائل. هذه هي اللغز المحير، وممكن هذه الأشياء لازم يعني تتوضح في المستقبل باش الجمهور الكريم يكون عنده يعني معلومة في هذا الشأن. بار كونتر شفنا في وفاق سطيف شركة سونال غاز عملت ندوة صحفية وقدمت المشروع تاعها يعني من الأول إلى الأخير، وكيف راح تضع خارطة الطريق لتنفيذ المشروع بكل احترافية. وحسب رأيي أن موبيليس في شباب القبائل ما زالوا كممول فقط. وفيها أيضا تناقضات بالنسبة لتصريحات جمال مناد المدير التقني للفريق حول التربص اللي سيجرى في البرتغال، اللي يعني وضح بأنه التربص راح يكون غالي، يعني من جهة أن موبيليس وفرت كل الإمكانيات، ومن جهة أخرى يقول بلي التربص غالي. هذه الأمور اللي فيه في وجهة نظري غموض، اللي لازم شباب قبائل تعالج هذه النقاط. حتى زافور يعني قال بأنه هو المسؤول الوحيد حول الاستخدامات، طبعا بالتشاور مع المدرب بوزيدي، وأنه حتى رئيس الفريق لا يتدخل في الصلاحيات تاعو. وايضا نوه لانه ما فيش يعني تسقيف للاجور في عمليه الاستقدامات، وهذا الشيء اللي يعني شفناه يعني فيه تناقض وعده صفقات يعني ضاعت من شبيبه القبائل، على غير صفقه جمال بالعمري اللي تنقل الى مولود الجزائر. والمهم يعني في هذا الشان نتمنى إن شاء الله لشبيبة القبائل أنها تعود للواجهة ونصبر على الفريق. وفي الأخير الوقت هو اللي راح يبين ويحكم على جودة الاستقدامات. بإذن الله شبيبة أدي موسم في المستوى. ما تنساوش أبونيو واشتركوا في هذه القناة جياسكا نيوز تي في. ونشكركم على حسن المتابعة وزيد ديرو.